يعد الأردن رائدا في علاج أمراض السرطان في المنطقة والشرق الأوسط، واليوم نحن بالمؤتمر الصحفي لجمعية أمراض الدم الأردنية للكشف عن دواء يعالج مرض سرطان نخاع العظم المتكرر بنسبة الشفاء ب 93%. خليكم معنا. يأتي هذا المؤتمر كجزء من نشاط جمعية أمراض الدم الأردنية، والتي هي جمعية نقابية، لتثقيف المرضى وإيصال الرسالة لهم عن هذا المرض، والذي نعتبره مرض قابل للسيطرة وعلاجه متوفر، وعلاجه الآن يعطي نتائج كثير جيدة. وبالتالي هذا اليوم العلمي هو جزء من سلسلة أيام علمية تقوم بها جمعية أمراض الدم الأردنية. وعنوان هذا المؤتمر يتركز على مرض النخاع العظمي المتكرر أو الملتيبل مايلوما. هذا المرض ناتج عن سرطان خلايا الدم من البلازما من نوع بيه، والذي يؤدي إلى تكاثر هذه الخلايا بشكل غير منظم وتكدسها في نخاع العظم. يصيب كلا الجنسين، العمر المتوسط 65 عام، نسبة حدوث هذا المرض تشكل 1/7 من جميع أنواع السرطانات أو 17% من سرطانات أمراض الدم. أعراضه زي ما حكينا هو وجع بالعظم، وجود خلل في الكلى، وجود وجع في العظام. عادة الفحوصات اللي يتم الكشف فيها عن هذا المرض إجراء فحوصات مخبرية، بنشوف نسبة الدم، الخلايا المناعة، الصفائح، وبعدين ممكن نجري فحوصات للكلى، فحوصات لنسبة الكالسيوم، وعادة هدول المرضى بيكون عندهم ارتفاع بنسبة الكالسيوم. حاليا الأدوية اللي بجعبتنا عبارة عن أدوية موجهة للخلايا السرطانية وتستثني الخلايا الطبيعية، وهذا ذكاء في العلاج. وكما حصل تقدم في التكنولوجيا، بين أيدينا أدوية موجهة وذكية وبأقل مضاعفات، والحمد لله. دائما بننبههم أي وجع مزمن في الظهر، أي فقر دم غير معروف سببه، يجب علينا أنه نعمل فحوصات مشان نكتشف. أغلبية المرضى ليش بروح على الطبيب؟ بروح لأنه تعبان، تعب زي لا بريح النوم، لا بريح الراحة، أو وجع. هاي الأسباب تخلينا نروح على الدكتور.